ناس كتير وأولهم أنا بتحلم إنه تطير وتحلق بالسماء من دون أي حدود وبسرعة خيالية. For as long as people have walked the earth, they've wondered how to fly. We have spent more than a decade crafting tools for dreamers. شركة دي جي آي أعطتنا هاي الفرصة من خلال آخر إصداراتها اللي هي الـ FPV الدرون. DJI FPV. اللي ما سمع بهالدرون أو ما بيعرف شو يعني FPV درون، خليكم معي لتعرفوا أكتر. مرحبا، يسعد لي أوقاتكم، إن شاء الله تكونوا كلكم بخير يا رب. معكم علي من قناة زوم لينز. إذا أول مرة بتشوف القناة، هي القناة هي إلى علاقة بالتصوير بالدرون، بالموبايلات، الكاميرات، شغلات لطيفة خفيفة في إلها علاقة بالتصوير. إذا حابب تكون مع عائلتنا، ما عليك غير أنك أنت تضغط على زر الاشتراك في القناة والجرس لتتأكد وصول إشعار بأنه في فيديو جديد. كل أسبوع تقريبا في فيديو جديد. وما تنسونا طبعا دعمكم وتضغطوا على زر اللايك لحتى الفيديو ينتشر أسرع. قبل ما نبدأ بالفيديو، حابب أسألكم، مين منكم سمع بالدرون اللي هي الـ FPV وشو بتعرفوا عنها؟ حابب أنه أسمع رأيكم بقسم التعليقات. طيب، الـ FPV درون، أولا اللي ما بيعرف شو هي، هي عبارة عن درون طبعا مصنعة بشكل يعني يدوي، أنه أنت بتصنعها بإيدك وبتركب لها كاميرا جو برو، مثل يعني جو برو، وبتقودها من خلال اللي هي النظارة اللي هي الـ VR. فشو بتفرق عن الدرون العادية، انه اللي بيميز هالدرون انه انت فيك تقودها بسرعات سريعة جدا خيالية، ومن خلال النظارة هاي الـ VR بتعيش الـ experience او التجربة كأنك انت اللي طاير. وطبعا ما في اي ليميت لها، يعني انت فيك تحلق بانحناءات من خلال الشجر، من خلال الناس، فوق تحت، يعني بيسموها كمان السبورت درون او الدرون الرياضيه. لكن مشكلتها انه هاي الدرون سهل جدا انك انت توقعها او تعمل لها حرز او حتى تتكسر نهائيا. فعادة اللي بيصنعوها بشكل يدوي، لما الدرون توقع فهن بيرجع بيركبوها وبيصلحوها بطريقة، لان يعني ما بتكلف كتير لانه هي اصلا يدوية. شو عملت شركة دي جي اي؟ دي جي اي عملت طبعا، شافت انه في اقبال على هاي الدرون، فعملت هي بدور الدرون اللي هي الـ FP DJI FPV درون. طولوا عليها شوي، يعني مثلا ضبطوا البنية تبعها بشكل يعني يكون انه قوي، صعب او مو صعب، انه يعني هي سووها بطريقة انه تكون يعني شوي تقاوم الصدمات. هاي الدرون طبعا بتطير بسرعات عالية جدا. Activate M mode to unlock unlimited flight controls. Now the only boundaries are your skills and imagination. طبعا الدرون يعني بتنباع مع النظاره، نظاره انت بتلبسها بالاضافه مع اللي هي الكنترولر، وفيك طبعا تشتري لها اكسسوارز اضافيه اللي هي مثلا عباره عن جويستيك مثل مسكه بالايد، فيك انت كمان تتحكم بالدرون غير الكنترولر. لكن بشكل عام النظاره اللي جاي مع الدرون هي انت من خلالها مع الكنترولر فيك انت تتحكم بالدرون، وفيك انت تعيش التجربه هاي، تجربه الطيران اللي هي الغير محدوده بالسرعه والاماكن انت فيك تفوت فيها من خلال الفتحات والما بعرف شو. هذا الشيء كله متوفر بهاي الدرون. هلا محاسن هاي الدرون انه 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 طبعا هاي اكثر يعني ميزه انا بشوفها يعني رائع بهاي الدرون، انه هي فيك انت يعني تشتغل فيها كدرون عاديه مثل يعني درون المافيك، وفيك انت طبعا تستخدمها كسبورت درون او يعني ك FPV درون. والشغله الثانيه الحلوه اللي فيها اللي هي انه الدرون هاي عملوا معها برنامج سيميوليشن، انه انت فيك تتدرب على انك انت تقود هاي الدرون من دون ما تضطر انك انت تطير لدرونك اللي هي اللي انت اشتريتها، لانه سعرها تقريبا 1200 دولار. فانت مو معقول تتعلم فيها، لانه هي الدرون اذا وقعت من مكان مرتفع كثير ممكن تتكسر وتضيع عنك او تضيع عليك. فلذلك هم عملوا برنامج سيميليشن، صار فيك انت تركب النظارة وفيك انت تحاكي الواقع، يعني كأنك انت عم تطير الدرون، تتدرب مرة ومرتين ومئة مرة لحد ما تتقن
بالفعل الطيران فيها. بعدين انت بدورك بتاخذ الدرون تبعك وتصير بتطيرها بشكل سيف، او حتى منشان انت يعني فيك بالبدايه انت تطير بالدرون بشكل عادي مثل المافيك من دون وضعيه السبورت او الاف بي في. لما تحس حالك انت يعني صرت عندك ثقه كبيره بنفسك، ففيك انت تبدا بانه شوي شوي تطير فيها كسبورت درون او اف بي في درون. هلا سيئة الدرون انه في احتماليه يعني اكبر بكثير بانك انت يعني تعمل كراش او ترتطم باي جسم في حال عملت خطا بسيط، وبالتالي انت ممكن تخسر الدرون. السيئه الثانيه الكاميرا، التثبيت بالكاميرا هو مش 3 اكسس، يعني ما فيه انه انت يعني مو مثل التثبيت اللي هو موجود بالمافيك بالدي جي اي المافيك انه 3 اكسس يعني جيمبل، لا هي عباره عن تثبيت رقمي نفس اللي موجود تقريبا بالجو برو والكاميرات الثانيه اللي هي الرقميه، فانت راح تحس بانه في شويه هيك اهتزاز بالفيديو اذا يعني منه تثبيت ميكانيكي. من محاسنها طبعا مثل ما قلت انه انت فيك يعني تطير بحريه مطلقه بين الجبال بين وبسرعات خياليه، وبالتالي انت راح تحصل على يعني فيديوهات ذات احساس يعني سينمائي كانك بفيلم هوليودي، فيلم اكشن هوليودي من بهالطريقه هاي. البطارية اللي فيها بتمشيك تقريبا 20 دقيقة، وفيك طبعا تجيب بطاريتين اضافيات او تشتري الكيت الثاني اللي هو الفلاي مور. بتصور 4K لحد ال 60 فريم بير سكند، وبتصور فول اتش دي لحد ال 120 فريم بير سكند يعني سلو موشن. راح احط لكم بقسم الوصف رابط الدرون لتشوفوا شو هي. هلا اذا طبعا اذا انتم اكيد في ناس راح تسالني طب انت بتنصحني انه اشتري الاف بي في درون ولا اشتري الدرون من العادي؟ هلا شوف، اذا انت شخص من محبين السرعات الخياليه وبتحب يعني طبعا فوت على اليوتيوب وشوف فيديوهات اللي هي الاف بي في درون كيف يعني كيف بتكون الفيديوهات، انت بتحب هذا التاثير من الفيديوهات اللي هي فيها اكشن وفيها سرعه وفيها انك تفوت وتطلع بين الجبال وبين بين الفتحات وهذا، وعندك رغبه جدا ان انت تتعلم هذا النوع من التصوير، فانا نعم بقول لك جيب الدرون الاف بي في اللي هي هاي، لانه انت عندك فرصه كمان انك انت تصور فيها في البدايه كاي درون عاديه. اما اذا انت شخص حابب يصور تصوير درون طبيعي مثلا لاغراض تجاريه لاغراض انت يعني طبيعيه، حابب ما يكون في يكون في عندك تثبيت ميكانيكي 3 اكسس جيمبل، فبنصحك تروح للمافيك العاديه لانه فيها طبعا سيفتي اكتر، فرصه انك انت توقع اقل بكثير، الفرصه انك انت يعني توقع على الدرون تخسرها فرصه اكبر بكثير اذا ما تعلمت عليها بشكل كثير منيح. وهذا كل شيء كان لليوم، بتمنى تضغطوا على زر اللايك، وأي حدا عنده سؤال ما يتردد يسأل، وأتمنى لكم يوم سعيد.